صباحك الله خير ابو سعيد. يا حياك الله. يعطيك العافيه. عندي استفسار ما عليك امر. تفضل. لك ولضيوفك الكرام. تفضل. بما ان برنامجك يتميز بشفافيه ووضوح، عندي استفسار، من هو برايك مع ذكر السبب اذا ما عليك امر، من هو زعيم اسيا؟ زعيم اسيا؟ النصر. صحيح. اول عالمي في اسيا. نعم نصر. النصر اول عالمي. سؤال على عيني وراسي، مقدر لك هذا الكلام طال عمرك، لكن سين سؤال، هل عمره اخذ اسيا؟ مو شرط. كيف وصل اجل؟ وش على ايش طال عمرك؟ شلون على ايش؟ على ايش اجل؟ على ايش سميت زعيم اسيا؟ يكفي فخرا ان الفريق ياخذ بطولاته بجداره واستحقاق، مو مساعده صديق. يكفي فخرا. هذه مو اخلي زعيم اسيا، اخلي زعيم العالم. لان شوف زعماء العالم، اسياد العالم، ريال مدريد، برشلونه، هذيل قاعد ياخذون بطولاتهم، انت تشوف شلون. ف صاروا مثلهم ربعك. لكن النصر زعيم اسيا لانه ياخذ بطولاته بذراعه اخوي، مو ياخذها بساعدك. ابي رايك بنشيمورا يا راعي اللي ياخذ بذراعه. نشيمورا رجال. يلا ها نشيمورا رجال والله. الحكم يكفي نادي النصر. ما ظلم الهلال. نشيمورا رمز العداله. يكفي نادي النصر ان اول فريق سعودي لعب في كاس العالم للانديه. نعم. يكفي نادي النصر. المفروض هو كسعودي يفتخر. احنا كلنا نفتخر نادي النصر انه اول فريق سعودي لعب في كاس العالم للانديه. اول فريق هذا مقابل ريال مدريد. هذا مدرك العيش طبعا. وقتها ربع مبارك يقابلون 64 بطوله حققها الهلال. 64 بطوله حققها الهلال. تاريخ. هذا تاريخ مو تاريخ الهلال.